السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشتركي الأعزاء في قناتكم قناة نور للطاج والخياطة. الفيديو تاع اليوم البنات راح يكون حول الكم الحلزوني، طريقة تفصيل وتسجافه بكل التفاصيل تاعو، وتفصيل الروبة ثاني كذلك، الروبة طريقة تفصيل عفوا القياسات تاع العاب. اليوم البنات واش غنقول لكم؟ ليلى الحمد رسول الله، راح نقول لكم على فقط على اللايف تاع لكم الحلزوني. كاينين بنات بزاف كانوا حاضرين وحبيت نثبت اللايف لانهم قالوا لي ثبتيه، لكن تمسح عن طريق الخطا ما ثبتش، اعتذر عن ذلك. وعلى هذا يا البنات راني درت الفيديو تاع اليوم على جالكم مخصص لكم، وكل وحده يهمها هذا التفصيله هذه ان شاء الله حتفهم عليا. نبداو على بركه الله. اول حاجه البنات نروحوا للتفصيله تاع الهندوره تاعنا تاع الغاب تاعنا. واش نديرو؟ نجيو هنا البنات نديرو 8 سنتيمتر، عفوا 9 سنتيمتر. هنا اولا قبل كل شيء القماش تاعنا، الهندوره ولا القماش تاعنا ولا قطيفتنا ولا اي تيسي راح ديري فيه تخدمي عليه راح يكون على 4 باتجاه الطول كما ما فين نخدمو. هو من الاحسن يكون الاستيك، من الاحسن يعني في قصدي باش تجي لاغاب كي تحبي ديرها ضغوات ولا تكون الاستيك خير يعني. هو ما يهمش يعني المونش ما يهمش يكون حاجه الاستيك والله، يعني انا قلت لكم برك يعني على غوب يعني المونش ما يهمش يكون الاستيك. المهم واش راح نقول؟ لا اله الا الله. نبداو تفصيله كيما قلت لكم، عفوا يكون على 4 باتجاه الطول كيما هما فينا نفصلوه. اذا كنتي راح ديريها دروات ودروات طويله عادي راح تجيبي مترتين، اذا كنتي راح ديريها ايفازي لازم مترتين ونص، لانه الكم الحلزوني يحتاج تقريبا نص متر. هذه هي هنا نفترضوا انه هذه هي الندوره تاعنا، راح نجيو نفصلوها نديرو 8 عفوا 9 سنتيمتر. هو في العاده نحلو ب 8 سنتيمتر لكن حنا نحلو ب 9 سنتيمتر، نحتاجو الركبه تكون شويه عريانه. هنايا رايحين نديرو الكتف تاعنا 9 سنتيمتر هكذا، ننزلو في ميلان الكتف هنا، هذا راح يكون خط وهمي، ميلان الكتف هنا نزلو ب 20 سنتيمتر هكا، لانها حتكون صومونش راح تكون ما فيهاش ذراعين هاك. نديرو هنايا خط الصدر تاعنا دوران الصدر، انا هنايا عندي 23 مثلا، ثم كل وحده ودوران دوران الصدر تاعها. الحين نجيو نديرو البنات هنايا ميلان الكتف كيما مالفين ب 2 سنتيمتر هكذا. هنايا من هذه الزاويه نخرجو هنا ب 3 سنتيمتر كيما مالفين هنا، نقسمو خط التركيز تاعنا على 2 ونجيو نرسمو حدث لي بالتالي كيما مالفين، عبارة من 3 سنتيمتر هذيك هاك، تشكل عندنا هنايا حدث لي بد. راني نخدم شوية باش يفهموا عليا المبتدئات هكذا، ونديرو أكيد كيما مالفين نرسمو الهندورة تاعنا هنايا نهبطو ب 20 سنتيمتر، ونديرو خط عفوا دوران الخصر تاعنا ندخلو له ب 2 سنتيمتر ونرسمو قندورتنا. حنا يهمنا دوكا هذا الشيء، تفصيلة تاع الركبة وتفصيلة تاع المونش. هنايا كيفاش نجيو نديرو الركبة تاعنا؟ هنايا أنا حليت ب 9 سنتيمتر، رايحة ننزل من هنا 16 سنتيمتر هاك. كيما قلتلكم البنات هنا فتحنا الركبة تاعنا ب 9 سنتيمتر، ننزلو هنايا ب 16 سنتيمتر عمق الرقبة كما قلت لكم. هنايا البنات الفتحه ثاني هنايا تاعنا راح تكون 9 سنتيمتر كذلك كيف كيف هنا هذا، وكان راح نديرو رقبه كاري، هذا راح نديرهم خطوط وهميه برك باش نرسموا عليها باش نرسموا عليها الرقبه تاعنا. هنايا البنات عندي ننزل من هنا من النقطه هذه تاع الكاري لهنا رايحه نهبط ب 6 سنتيمتر، 6 سنتيمتر هنا هكذا مثلا، ها هي جاتني هنايا، هنايا نجيب 3 سنتيمتر من هنا، نخرج ب 3 سنتيمتر من هنا، وهنايا نطلع ب 2 سنتيمتر هاك. راكم تشوفوا فيها ها هي 2 سنتيمتر، هنايا 3 سنتيمتر، هنايا ننزلوا ب 6 سنتيمتر، هذه واضحه. نصلها نصلها لكم البنات عفوا هكذا البنات كما قلت لكم عفوا ستيلو دكتور لي. هنايا قلت لكم نخرجوا ب 3 سنتيمتر من هنا، هنا من هذه الزاويه نخرجوا ب 2 سنتيمتر،
من هذه النقطة تاع الكاري نهبطو هنايا بستة سنتيمتر، من بعد من البلاصة نجيو نرسمو الرقبة تاعنا هكذا، تشكليها بشوية هكذا برك، هاكا تفوتي على 2 سنتيمتر هذيك، وتجي هابطة هاك على هذا 3 سنتيمتر اللي خرجناها، وتروحي هكذا بالطريقة هذي لستة سنتيمتر هاك، هاك هاك، هاني نرسمو نعاود البنات ها. ترسميهاك ها هي واضحة الرقبة تاعنا، هذه بالنسبة للرقبة تاعنا الأمامية، عفوا البنات على حسة ستي بالضبط هكذا، ها هي هكذا، انا تهمني الرقبة ما يهمنيش ها هي البنات كيف تخرج عندنا الرقبة الأمامية، هذه الرقبة الأمامية تاعنا، هذه إن شاء الله تكون مفهومة، بالنسبة للأمامية درناها خلصناها، نروحو دوكا للخلفية، الخلفية البنات هاكا فقط، ها هي لكم البنات، نجيو هنايا نخرجو 9 سنتيمتر هنايا كيما الأمامية كيف كيف 9 سنتيمتر هنا. نزلوا هنا البنات ب 30 سنتيمتر هنايا عمق الرقبه تاعنا الخلفيه، هنا البنات نزول تاع 30 سنتيمتر كل وحده وين تحبي تعري للخلف هي حره، انا قلت لكم القياسات اللي راني دايرتها فقط في الروبه اللي شفتوها وقلتوا لي عليها، راني عطيتكم القياسات، تجيو ترسموا هكذا البيت تاعكم هنايا، تميلوا شويه هنا البنات، تميلوا شويه هنايا، تخرجوا في المتوسطه تميلوا شوي باش ما تجيناش هكذاك مضيقه، تجي مفتوحة شوية هاك، هاك، هذه بالنسبة للخلفية البنات، نتوما كي تعودوا القماش تاعكم محطوط راكم تفصلوا كلش مع بعضاهم، حالة الإبط والخصر وكلشي القندورة تاعكم كل تفصلوها على بعضها، هنا برك الرقبة تاعنا برك، وتفصلوا الأمامية وحدها والخلفية وحدها، عفوا نقص برك، هاهو، دقيقة البنات. هذه بالنسبة للبنات لي خلفية تاعنا ها هي حتكون هكذا، ها هي ليكم البنات أنا الرقبة تاعي هاني درتها فصلتها الأمامية والخلفية كيما نعدتلكم كيما صورتلكم الكاغط، أنا درتلكم الأمامية والخلفية هنايا يعني طبقتها هنايا، ها هي ها هي الأمامية وها هي الخلفية، وجيت هنايا نتوما تخدموها بيان سوغ ديرولها السجاف تاعها من الأمام والخلف، أنا هنا ما درتش هنايا من الامام والخلف، تركبوا الكتفين مع بعضهم تلصقوهم هكذا مع بعضهم الكتفين يكونوا مع بعضهم هنايا، باش نبداو نديروا الحساب تاعنا كيفاش رايحين نخدموا لكم الحلزوني، شوفوا معايا البنات انا هنايا اول حاجه تجي ديريها تشوفي وين حتحطي لكم الحلزوني تاعك منين حيبدا لك البدايه، انا هنا حنبدا من هنا من الرقبه تاعي هنايا من الحاشيه هذه راح نخرج ب 3 سنتيمتر هنا، البعد هذا حيكون 3 سنتيمتر حنبداها منا لكم الحلزوني تاعي منا، اذا حبيتي انت تقربي شويه ولا تبعدي شويه انت حره، انا نعطيك القياس اللي درته هنايا نفس الشيء، تجي ترسمي هنا 3 سنتيمتر تعينيها هنا، تعيني تمشي تسمع على الرقبه تاعك على الفورم تاع عفوا تاع الرقبه تاعك هاك 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر ونمشي بها للخلف هاك هكذا نفس الشيء 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر باش ما نعطلش برك المرسومه ها هي حتى للاخر تشوفوا وين حتحبسوا لكم الحلزوني تاعكم ها هنا للخلف، من بعد البنات واش نجيو نديرو بعد ما رسمنا هكذا الخط هذا نجيو نحسبوا هكذا البنات تكون الميطرة تاعنا هكذا بالشكل هذا، ما تكونش البنات قد قد ولا تتبعي هذا الميلان مام تاع الرقبه تاعك باش ما تجيك الحساب قد قد، تمشي هاك وهي واقفه وما تزيريهاش هاك، ومشي وديري الحساب تاعك بشويه هكذا وهي واقفه
هكذا روح فتحي مليح الكتف تاعك، لا باش تروحي للخلف هكذا هكا هكذا البنات هكا بشوي حتى تلقاي الحساب تاعك للخلف، وانا راح تحبسي الموش تاعك. حساب البنات انا اللي لقيته هنايا تاعي تاع الامام والخلف، القياس اللي لقيته هو 64 سنتيمتر، رايحه نقسمو على 8. على واه نقسمو على 8 البنات، في هنايا كاينه قاعده تقول لك الكم الحلزوني تاعك. اذا حبيتي مثلا مش مهم شكل الرقبه تاعك، يعود الشكل تاع الرقبه تاعك بالطريقه هذه، يعني قلت لك تجي تحسبي هكذا بالطريقه هذه وتتبعي الشكل تاع الرقبه تاعك باش تلقاي القياس الحقيقي. اذا حبيتي مثلا راح ديري الكلوش تاعك مثلا قد هنا، رايحه مثلا راح ديري هكذا قد 25 مثلا هكذا سنتيمتر، وراح ديريه للامام فقط مثلا، راح ديريه للامام فقط. هذا القياس اللي لقيتيه مثلا هاني لهنايا 25، حنحبس مثلا هنايا هذا تقسميه على 4. احنا بما ان راح نديروا الامام والخلف رايحين نقسموه على 8، تسمى 4 للامام و4 للخلف. آه هذه قاعده، هذه قاعده تسمى هنايا مثلا انت تتبعي الشكل اللي حديريه. اذا كنت حديريه قد حتحطي المتر تاعك بالقياس هذا قد النتيجه اللي لقيتيها تقسميها على 4 اذا كنت راح ديريه للامام فقط. تسمى هنا كون حبينا تسمى نلغيو الخلف خلاص نديروا غير الشكل هذا اللي رسمناه نقسموه على 4. اكيد تسمى المهم بصح دير الشكل كدير الحساب هي كي تبغى تحسب دير هكذا المتر تاعها الطريقة هذه وتتبع الركبة هكذا باش تلقي الحساب قد ما تروحش هكذا، باسكو حنا الركبة تاعنا فيها الميلان هذا، كي تحب ديرها قد مثلا الموش تاعها تجيبو هنايا قد تحط القياس تاعها قد هكذا تقسمو على 4. هذا بالنسبة للأمامة، كي تبغي ديري الأمام على 4، كي تبغي ديري الأمام والخلف تقسمي على 8. هاي باينة يعني هذه واضحة، حنا لو نقسموهم على 8 البنات هذيك هي اللي حتكون القاعدة تاعنا اللي حنخدمو بها لكم الحلزوني تاعنا. هنا البنات انا جبت هنايا الطرف تاعي اللي حنخدم عليه لكم الحلزوني، درت عليه لافيزلين، ديري تحدي عليه لافيزلين، لافيزلين تاعكم تكون خشينه باش تجي واقفه. انا ما عنديش باش نخدم لكم برك، انا عندي رقيقه خدمت بالرقيقه، انتم ديروا الخشينه. قلت لكم الطرف تاعكم هكذا هنايا ديروا لافيزلين باش تجي ترسمي لكم الحلزوني تاعك ترسميه هنا هك على الظهر، وانا مدايني لافيزلين ترسميش ما تجيش على الوجه تاع لكم وين حتى ديريه، تجي هنايا للظهر. واش نديرو؟ عفوا البنات حبيت نقول لكم نقطه فقط، انا ال 64 اللي لقيتها اني قسمتها على 8 لقيت 8، انا قلت لكم المسافه اللي تلقاوها تقسموها على 8 العدد اللي تسمى اللي تلقاوه هذاك اللي يخرج لكم هو اللي حنديروا عليه القاعده تاعنا اللي نرسموا عليها لكم الحلزوني. واش نجيو نديرو البنات؟ نجيو اول حاجه نديرو بستيلو هذا يمشي مليح ماما يدان هذا هكا البنات نجيو نرسموا اول حاجه خطين عموديين هكذا بالطريقه هذه كيما قلت لكم البنات نجيو نرسموا خطين عموديين، رسمنا الخط هذا ونزيدو نجيو نرسموا الخط الثاني هكذا هكذا واضح. هذا هو المركز اللي حنبداو عليه بحساب تاعنا، بما انه انا لقيت 8 سنتيمتر كما قلت لكم التقسيم تاع 64 لقينا هنايا نجيو نرسمو هنايا 8 نطلعو ب 8 هذه هنا هاي ليكم هذه هنا 8 ننزلو هنا ثاني ب 8 سنتيمتر وهنايا ثاني 8 سنتيمتر الحساب يبدا من المركز هذا هذا من بعد نزيدو نجيو 8 سنتيمتر ترسمي 8 سنتيمتر هاك نفس الشيء من هنا 8 سنتيمتر 8 سنتيمتر كيف كيف تخرجي ب 8 سنتيمتر هنا واش حتخرج عندنا دائره هنا خرجت عندنا دائره نصف القطر تاعها 8 سنتيمتر من هذا راح يبدا لكم الحلزوني تاعنا كما قلت لكم البنات هنا تشكل عندنا دائره ترسميها هكذا بالطريقه هذه هنا هو الاساس اللي حنخدموا عليه المونشي الحلزوني تاعنا من بعد واش نجيو نديروا البنات من بعد ما رسمنا هذه الدائره نجيو البنات دوكا باش نديروا العرض تاع المونش تاعنا شحال حابه ديري فيه انا هنايا عندي 11 سنتيمتر 11 سنتيمتر البنات هذه نتوما حرين تقدروا ديروا 12 تقدروا ديروا قل تقدروا انت وين حاب العرض تاع المونش تاعك يكون انا عندي مثلا 11 هنا 11 سنتيمتر من بعد واش نجي ندير من النقطه هذه دوك نرسمها لكم بستيلو واحد اخر من النقطه هذه هنايا هذه ان شاء الله تكون واضحه تجي توصليها مع النقطه تاع 11 هذه ها هي لكم كيما قلت لكم البنات هنا انا ماركيتو هنايا بالطباشير الصفر باش يبان مليح هنا قلت لكم من النقطه هذه تجيو هكا تخرجوا هكذا
انا وقعت بالستيلو ورحت لي هكذا هنايا ها ثلاث خرجوا لها تجيوهاش ضيقه ها تجي عندنا وكانه 6 سنتيم عفوا 6 رقم 6 6 اي رقم 6 ها ليكم كي تجيو تشوفوها ها رقم تلقايه رقم 6 هكذا ها هو دائري تلقايه رقم 6 ها هذه 11 سنتيمتر من بعد واش نجيو نديرو كي رسمنا هكذا نجيو نكملوا البنات باش نديرو العرض تاعنا تاع الموش تاعنا 11 سنتيمتر نمشيو بها هكذا 11 سنتيمتر واضحه بالطبشي خير كنا غيرتي بالك تبشور راني باش نرجع عندي واحد الستابيلو كيما قلت لكم البنات هنايا نبداو الحساب دركا هنايا نخرجوا هنايا 11 سنتيمتر هذا العرض تاع الموش تاعنا صراحه تمشي من الدائره هذه وتتبعي 11 سنتيمتر هكذا وديري النقاط قربي بعضهم باش من بعد ترسمي الكم تاعك نقعد ونمشي ب 11 سنتيمتر 11 سنتيمتر هكذا نكملوا هنايا نرسموا 11 11 نمشيو عليها 11 هكذا سنتيمتر 11 من هنا 11 من هنا 11 هكذا 11 هكذا انا عينت ديجا نقاط 11 11 تبعوا معايا برك باش نقول لكم نقطه مهمه هنا كي توصلي 11 سنتيمتر 11 سنتيمتر 11 سنتيمتر 11 سنتيمتر كي توصلي من هنا شتي هذه وانا وين رسمت انايا خرجت في البدايه خلاص هذه الرقم كان هذا وين الطباشير تاع السته هذيك ما تجيش انت تبداي تحسبي ال11 تاعك من الدائره هذه اللي راهي هنا راهي واضحه ماشي من الدائره هذه تبدايها من هنا تحسبي 11 هذيك كلها تحسبيها من الدائره هنا بصح هنايا ال11 تاعك تبداي تحسبيها من هنا هكذا 11 سنتيمتر 11 سنتيمتر نورمالمون راهي واضحه 11 سنتيمتر 11 سنتيمتر وتكملي بالطول بالعرض تاعك حنا البنات هنا اللي ما عنديش هنا العرض هنايا 11 سنتيمتر راح نكمل معاكم بصح نتوما كملوا 11 انا مش غندير 11 ما كفانيش الطرف اللي درته ما كفانيش وكاني قاعده ندير في 11 انا هنا هاي نكمل 11 11 11 هكذا ونحسب توجور من هكذا نبدا من هذه ثاني 11 هاي انا ما عنديش 11 هنا بصح راني نديرها كاين 11 هكذا هكذا تجيبي من هذا الواحد ما رسمها الثاني اللي تحسبي 11 تاعك هكذا البنات من بعد البنات ما عينا النقاط تاع درنا 11 11 11 سنتيمتر نجيو نرسموه هكذا كما راكم شايفين معايا هكذا تبعوه تبعوا النقاط هذيك بالستيلو تاعكم من بعد البنات كيفاش راح نلقاو القياس اللي لقيناه تاع الطول تاع الحلزوني تاعنا هذا حيكون بلا زيادات 64 هذيك بلا زيادات تاع لي بليك قصدك هنا كيف رايحين نعينوا الطول اللي لقيناه 64 الطول اللي لقيناه 64 هذيك بلا لي بليك بلا لي بليك بلا لي بلي هنايا صافي نلقاو القياس نتاعها باش نحبسو ونعينو لكم الحلزوني تاعنا هنايا حيكون ب 64 بصح اذا كنا رايحين نزيدوا البنات حق البليات نزيدو 30 سنتيمتر كيما مديرين حنا في لاغوب الصفراء كيما درت انا في لاغوب الصفراء انا درت 30 سنتيمتر والقياس تاع الزياده تاع لي بلي راهو ماهوش كيما نقول لك ثابت تحبي تنقصي تحبي تزيدي انت حره في لي بليات اللي حابه ديريهم كيفاش البنات لقاو القياس تاعنا اللي لقينا حنا نحوسو على نديرو ديري لهم القياس الاول تاع 64 لقاو 64 اولا تاع قد قد اذا حبيتي مثلا ديري قد قد فديري هنا منين بدينا هنا من هذه من النقطه هذه تاع الدائره تاعنا هذه الاولى هكذا نجيو نحسبوا والمتر تاعنا طول دايره هكذا هاي هكذا تكون واقفه القياس راهو ما باين عندكم يعني ها دوري على الدائره هذه كامل هكذا هاك زيدي تمشي من هنا ملي رسمناه ملي دورنا هاك في البدايه تاع 6 سنتيمتر حنا 64 قلنا 64 بلا طيات بلا طيات راح تكون هنا حنا 64 راح تكون لي هنايا ها مثلا ها الحساب تاعها هنا هذه حتكون لي هنايا هذه 64 بلا طيات هنا راح تكون هنا حتكون نهايه لكم الحلقه هنا راح تكون النهايه ها هنايا حتكون نهايتها لكن البنات كي حنا مادام حنايا الموضوع تاعنا فيه لي بلي وحابين نديرو بلي بلي زدنا له 30 سنتيمتر 64 زدنا لها 30 سنتيمتر شحال تولي عندنا 94 سنتيمتر نكملوا الحساب تاعنا حتى نلقاو شحال قلنا 94 هنا لقينا 64 64 سنة نكمل عليها 64 حتى نلقاو
قلنا شحال قلنا 4 94 90 ها هي 94 البنات وين خرجت لك هنا ها النقطه تاع 94 ها هي هذه راهي مع الزياده تاع البليات ان شاء الله يكون واضح هكذا هنايا حبسنا لكم الحلزوني تاعنا من بعد واش نجيو نديرو نرسمون هنا هكذا نخرجوها بالطريقه هذه هكذا لكم الحلزوني تاعنا يكون هكا هذيكم ها الشكل هكا عفوا البنات هنايا راني غلطت برك ماشي من شوفي هنا 64 هذه هي 94 عفوا 94 وين لقينا الطول تاع الكم تاعنا مع الزياده تاع ليبلي هنا لقيتو نجيو ماشي ما نجيش من هنا ها هو هنا هكذا نجي من هنا تسمى هذه النقطه هذه ونبدا ندير لا فورم تاع الكم الحلزوني تاعي ها نعتذر راني غلطت هاك يعني ما نحبش نعطيكم حاجات غلطين والله دائما نشتي نعطيكم الحاجه القياس الحقيقي والحاجه الصحيحه اللي تخرج لكم قد قد هاك هنا البنات انا غلطت هنايا هنا هذا خاطئ هذا خاطئ هنا تسمى وين لقيت هنا هنا اللي حبوا يديروا قد قد النهايه تاعو قد قد اي تصلح ثاني تكون هكذا قد قد هنا يقدروا تقدري ديريه قد قد وانا بصح انا نشتي لا فورم هذه انا ملخاف نشتي تكون نفسها هكذا هذه البنات ممكن تعطيني شي وحده اخرى هذه خاطئه هذه خاطئه الاولى اللي درتها قلت لكم وين تحبسوا القياس تاعكم هنا وين حبستوا القياس اللي تلقاوه انا قلت لكم مع عاد مع 30 سنتيمتر اللي زدتها لقيتها هنايا 94 قلنا 94 ديري هكذا هذا الخط هكذا تخرجيه لهنا من بعد تجيبي من هنا هكذا تخرجي منها هكذا بلا فورم هذه ما عندهاش حساب هذه هكذا برك المهم الطول ها هو الطول تاع الحقي ها هو تجيبي هكذا برك وترسمي هذا الشكل البنات انا حنرسمو بلون خلاف باش نوضح لكم واش رايحين نقصو كامل ها هو هكذا راني بديت لكم باللون الاحمر هذا هكذا هذا هو الشيء اللي حيت قصلنا باش نلقاو الطول تاعكم تاعنا مع الزياده تاع الطيات راني نهضروا نعاود مع الزيادات هاك هكذا نعاود لكم تاعنا كيفاش راح يكون هاك هكذا باش يجيكم واضح هذا هو اللي حين نقصو ها هو ليكم هنا قلت لكم هذا خاطئ البدايه اللي قلت لكم عليها خاطئه هاي من هذه النقطه اللي لقينا تاع 94 هذيك هي اللي خرجنا لها من الان البنات شوفوا كيف راح نقص لكم الحلزوني تاعنا نجيو من النهايه اللي خلصنا منها هذه هكذا هكذا البنات تبعوا فقط الشيء اللي رسمتوه باش ما تدوخوش ملي حد كي ترسموا ديروا تخلصوا ديروا كما درت انا بلون خلاف الشيء اللي حتقصيه باش من بعد ما تدوخيش فيه هذه الدائره من بعد راح نقصوها مش حتكون ملغاه كما راهي هذيك رسمنا عليها المركز برك اللي حنبداو عليه الكم تاعنا ها حتى نوصلوا للنهايه هذه تكون ما كانش ها بغيناها هذيك ها هو لكم الحلزوني تاع البنات كيفاش يجي ها هذا هو لكم الحلزوني اللي درناه ها هو لكم البنات ها هذا هو لكم الحلزوني حيكون عندنا دوك نديرو السجاف تاعو وتشوفو كيفاه نخدموه نجيو البنات الان باش نديرو السجاف نتاع المونشي الحلزوني تاعنا لكم الحلزوني هنا البنات القطعه اللي راح تسجفي بها لكم الحلزوني تاعك
سواء كانت من نفس القماش ولا ديري هو من الاحسن ديري الساتان ولا المهم لون خلاف يخرج لك مع القندوره تاعك ولا مع لي بيرل حديري ولا مع كيف نقولوا الكالون. انت المهم حره، انا نعرفك الطريقه وانت حره. هنا تجي تحطي الوجه على الوجه نتاع القطعه تاعك هذه، راح تجفي بها الوجه على الوجه كيما راكم تشوفوا هنايا. مش حنقصوا هذا الطرف، راح تحطي تحكم حرز تاعك اللي قصيتي. من بعد تجي هنايا، هنايا البنات تحكميها بليزيبانكل، تحكمي لكم الحرزني كامل باش من بعد يساعدك في الخياطه وما يجيك حتى مشكل. هاكي تحكميه كامل كامل. شوفوا معايا البنات، من بعد ما ثبتناه نفتحتوه بليزيبانكل كيما راهو، من بعد واش نجيو نديرو منين نخيطو. هنايا تحطي الكول الحكم الحرزي تاعك كيما خدمنا، تحطيه على الطرف اللي حتسجفي به. قلت لكم يكون الوجه على الوجه، كي وين حتجي تخيطيه حتخيطي هنا منين خرجنا على 11 سنتيمتر، تخيطي منا على الخارج هكا، تخيطي منا 2 سنتيمتر هكذا هاك. تحبي حتى تعينيها هكذا اللي تعود ما شمرت تخيط، يعني للمبتدئات يعني قصدي هاك، تخيطيها من ها الخياطه تاعنا راح تكون من هنا على الخارج. تمشي تبعي 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 هاكي كيما راكي تشوفي معايا ها، هالشي الخارجي هذا هو وين حنخيطوه. ها هو واضح، ها هو واضح ها هاك. شكون تخيطو هاك كيما قلت لكم البنات، وتجيو تخيطو هكذا هاك الجهة الخارجية هكذا. البنات باش تكون تخدمو على هكذا الجهة الخارجية هي اللي حنخيطو عليها الوش تاعنا هاك. خدميها عادي لأنه محكومة بلافيزلين والطرف ما قصيناهش، راح تجيك هكذا الطريقه سهله تاع التجاه، لانه كل حاجه دوليا هو شويه ما تخدموش سهل هكذا. تخدمها وغادي تدوري الاخضر وتخيطي، واللي تعود مبتدئه كي تخدم بالعقيله واحد بشويه وترسم واحد الملحه تخيط عليها وخلاص. هنا البنات من بعد ما درنا الخياطه تاعنا هنايا هكذا باش نديرو السجاف تاعنا تاع الكم الحلزوني، نجيو نقصو السجاف هذا تبص الزيادة هذا كامل باش نبدا نقدر نوصلكم الحلزون تاعنا بالقد بخصوص الزوائد هذه هذا. واش نجيو نديرو هنايا السعر كرونتي وهذا المكان كامل هذا اللي خيطناه باش من بعد عفوا البنات هنايا نقص وصا نكملو قص الكم الحلزوني تاعنا. تروحي تتبعي منين خيطنا هكذا، من عندنا الخياطه الخارجيه هذه هكذا، وتتبعي تتبعي هكذا الكم الحلزوني هكا تتبعي هاك هاكا. هنا عادي بشوي برك وخدمي من بعد البنات ما كرونتينا الكم الحلزوني تاعنا كامل، نجيب نقلبو السجاف تاعنا هاكا نرفعو هاكا ها قلبي هكا بشوي هكذا كملي قلبيه كامل 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 هكا. من بعد انتوما واش ديرو من بعد هكا السجاف تاعك هذا دخليه مليح هنايا، راح تبتيه خياطه على بعد 3 مليمتر ولا هكذا، ديريش 1 سنتيمتر تجي حاجه رقيقه برك. هنا ثبتيها كخياطه هنا خارجيه هذه هنا، هذا هو الوجه تاعنا تاع الكم تاعنا، وهذا السجاف اللي درناه. انا درت لونين مختلفين باش تفهموا عليا ها، هذا هو الوجه تاعنا تاع الكم حلزوني. وتكم هنايا تجيو
نحاول نعتلو انا برك هكذا. ها هو ليكم البنات من بعد ما انا ما نلبسوه هنا يروحوا ديروا حدوه باش تجيكم بعد الخدمه سهله. ديروا له حديد هنايا كيتقلبيه باش ديروا له الخياطه تاعو هنايا الخارجيه هذه هنايا هنايا من قلبنا بعد ديروا له خياطه خارجيه. انا ما درتلوش هنايا المهم نتوما ديروا له. من بعد البنات باش نجيو نركبوه دركا في الجندوره تاعنا هكذا. ها هي ديكم الجندوره تاعنا هذه هي الحساب اللي درنا هاهي. كما قلت لكم البنات نجيو نركبوه. شوفوا متولهم معايا منين نجيو نركبوه من الجهه هذه هنايا ماشي هذه الخارجيه هذه هذه تاعنا اللي رسمنا عليها لكم هكذا البنات هكا. منين عينا البنات نبدا منين عينا بعد الرسمه تاعنا تاع لكم الحلزوني منين حسبناه نبداو نخدمو هكذا. ها بداو هكذا وديري النقابيه هكا الزيبانك تاعك وتبداي ديري الكليات تاعك كليه هكذا هكذا. نزيدو نجيو نديرو الكليه الثانيه هكذا احنا حبيت البنات برك نقول لكم نقطه هنايا فقط هنايا قلت لك ديري تثبيت هنا في خياطه وهنا ثاني البنات ثبتيها هنايا خياطه باش من بعد ما يقعدش يديرونجيك هذا يخرج لك السجاف تاعك وما تقدريش تخدمي. انا ما درتوش برك بصح نتوما ديروه انا باش نعتل لكم برك كيفاش تخدموا هكذا البنات. ومن بعد كما قلت لكم تبعوا هذيك اللي رسمنا هذاك الخط اللي نمشيو عليه تمشيو ديري كليات حتى توصلي للخلف هكذا البنات. هاو كي ركبنا الموش تاعنا هكذا درنا له لي بلي من بعد تجي ديري له خياطه ديري له خياطه من بعد انتي حره في التزيين هنايا. انا كشفتوني درت له كالون عريض تما تقدري ديري كالون تقدري ديري المهم تغطي هاد الخياطه هذه هنايا هذا الشكل. بعد الزيادات اللي تخرج لك هنايا تاع السجاف وصيها عدليها وخدميها هكذا. هنا لي بلي راكم تشوفوا ورا بعضهم كيما خدمتهم انا في لاغوبسواري هذيك الجون. نتوما بغيتوا طريقه واحده اخرى تاع لي بلي كاينه طريقه واحده اخرى في المونش الحلزوني ها كيما راكم تشوفوا فيه هكذا البنات. هاو تشوفوا فيه يخرج هكذا كيما قلت لكم هنايا تقدروا ديروا لي بلي هكذا ورا بعضها تقدروا ديريهم مقابلين وحده مقابله اختها مخالفه اختها هكذا. تجيبوا وحده بلي منا الاخرى تكون في الاتجاه المعاكس منا هكا 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 مثلا هكذا هذه تكون منا هذه تكون منا مخالفتها منا هذه ثانيه تجي ما شاء الله هذه ثاني تجي مليحه دوك نعطيكم شويه فيها هذه تجي هكذا هذه تجي عكسها منا وحده تجي من الاخرى تجي عكسها من هاو كيفاش يخرج لكم هاك كاينه الطريقه هذه وكاينه الطريقه الثانيه هو من الاحسن يكونوا متقاربين لي بلي هاي انا درت لكم برك هكذا نتوما قربوه من بعضهم شوي البعد هذا قربوه ما تخليوش هكذا البعد هذا كامل ها هذا هو لكم الحلزوني ها هو لكم البنات لكم الحلزوني تاعنا كيفاش خرج ما شاء الله بالطريقه اللي نعطي لكم تبعوها برك كما راكم تشوفوا تبعوها برك دوك تخرجوا تديروا صحيح ان شاء الله تكون كانت طريقتي سهله. هنايا البنات لي بلي انا درت واحده مخالفه واحده ماشي كيما تاع لا غوسوا غير الجون هذيك اللي طلبتوها مني هذيك لي بلي تاعها كانوا ورا بعضهم. اذا حبيتوا ديروها بالطريقه هذيك ديروهم ورا بعضهم لي بلي. هذه كيما راكم تشوفوا راهي بليه مخالفه بليه يجي بالطريقه هذه راكم تشوفوها ثاني خرج ما شاء الله. هنا في الاخير البنات ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير. ما تنساوش البنات تدعمونا بالجيم والتعليق اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم وما بقى لي غير نقول لكم ابقوا على خير في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.